في كتابه الكريم وجليل خطابه العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. موضوع حديثنا في هذا اليوم بعنوان: الإسلام دعوة للدنيا وللآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الآية المقدسة تعطينا فكرة عن أناس كانوا يطلبون من ربهم سعادة الدنيا والآخرة، فأول ما كان هؤلاء يطلبون من ربهم الحصول على الحسنة في دار الدنيا، والطلب الثاني الحصول على الحسنة في دار الآخرة، والطلب الثالث الحصول على الابتعاد عن نار جهنم نعوذ بالله. هي ثلاثة أشياء كل مؤمن يطلبها من عند ربه، لكن لما تجي إلى أهل الدنيا، يعني الذين يطلبون فقط الدنيا ولا يفكرون في أمر الآخرة، فالقرآن يعبر عنهم: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. لما تلاحظ الآية الأولى ما بها ذكر الحسنة، يعني الآية الأولى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، ذكر الحسنة في الآية مو موجود. ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يحصل في الدنيا لكن يطلع من الدنيا عاري من الأعمال، فما يحصل شيء في دار الآخرة، لأن الله يقول وما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب ما إليه شيء. لكن لما تجي للآية الثانية: ومنهم، يعني من الناس، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أي الآية الثانية بها ذكر الحسنة، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن اللي يطلب الدنيا يطلب فقط زخارف الحياة الدنيا، وبالآخرة ما إله نصيب. لكن اللي يطلب الدنيا والآخرة فجائز شرعا، لأنه الدين الإسلامي فضل على جميع الأديان والقوانين، أديان السماوية فضل عليها دين الإسلام، لأن الأديان السماوية كلها جاءت تزهد الناس في دار الدنيا
وترغبهم في الآخرة. الدين الإسلامي ليس بهالطريق. الدين الإسلامي يلتقي مع الأديان السماوية في نقطة التوحيد، في الدعوة إلى التوحيد، ولكنه ما ترك الجانب الدنيوي. يعني لو يجي إلنا إنسان ويقول أنتم دينكم يا مسلمون دين متأخر، أنتم دينكم يحث الناس على التأخر، نقول له ما تجيب لنا دليل، غير تجيب لنا دليل على أن الإسلام دين متأخر ويدعو الناس للتأخر. إحنا نقدر نجيب له دليل على أن الإسلام مو دين متأخر، الإسلام دين متحضر، دين متقدم. الإسلام يساير المدنية، يساير الثقافة، يتطور مع تطور الزمن، يتساير مع تطور الزمن. نقدر نقول أن دين الإسلام دعوة للدنيا وللآخرة. الآية لما تقول عن المؤمنين: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ذكر الحسنة، وفي الآخرة حسنة بعد وقنا عذاب النار. هذا ولك أهل الدنيا يقولون بس أنت أنطينا في الدنيا والآخرة متأخرة، الآخرة هذه خليها بجانب، إحنا مو لازم نريدها، بس أنت أنطينا في الدنيا وما نريد شيء من الآخرة. هذا منه يقول هذا القول؟ هذا يقول هذا القول اللي ينهال على الدنيا، لا يعرف صلاة، لا يعرف صيام، لا يعرف كل شيء، يعني قضايا دين تدين ما عنده. ولذلك يقول أنا أريد أترفع في الدنيا، أريد سيارات وأريد أراضين وأريد فلوس، وأنتم جنتكم خلوها لكم. هذا اللي يقولون هالشكل. ولهذا الله يقول وما له في الآخرة من خلاق، يطلع من الدنيا عاري من الأعمال. لكن تعال إلى المؤمن، المؤمن يقول يا رب وفقني في الدنيا وعطني خير في الدنيا، وفي الآخرة هم دخلني الجنة وبعدني عن النار. إذن هذا المؤمن لما يطلب من ربه خيرات، شي يسوي بها الخيرات؟ يعمل بها أعمال خيرية، يعمل بها أعمال خيرية. بينما هداك لما يقول أنا ما أريد الآخرة ويحصل على دنيا، معنى هذا أنه يعمل بها أعمال سيئة. وين اللعب؟ وين الخمار؟ ويطير لك من منطقته إلى مكان آخر، ويصرف له 10-15-20 ألف دينار في خلال 2-3 شهور ويرجع. يا أبا على شنو؟ على اللعب. دنيا عنده فقط، لكن في الآخرة ما إله. لكن هذا المؤمن يقول عطني خير في الدنيا، لأن الخير رايح أنا بعدهم أنفق في سبيل الخير، وعطني الجنة في الآخرة وأعطي وأبعدني عن النار. إذن الفرق بين المؤمن وبين غيره من الناس أن الأشياء اللي يتحصل عليها غير المؤمن في دار الدنيا ما تعد له حسنة. هذا الله ما يعتبرها حسنة، وإنما الله يعتبرها عليه إثبات حجة. يقول له أنت حصلت أموال وحصلت خيرات في الدنيا وقمت تلعب بهذه الأموال وهذه الخيرات وما صليت إلي ولا ركعة واحدة، لكن الآن شي خلصك من عندي؟ خذوه فغلوه يلا إلى نار جهنم. إزاي؟ فالله ما يجعل كل ما يملكه غير المؤمن حسنة. ملك له سيارة، الله ما يجعلها حسنة. ملك إليه أرض، الله ما يجعلها له حسنة. عساه يملك 20 بناية، هذه كلها الله ما يجعلها إليه حسنة، لأنه مبتعد عن طاعة الله. لكن المؤمن
إذا ملك سيارة عدت له حسنة من الله، إذا ملك بناية عدت له حسنة، ملك أموال عدت له حسنة، وبالإضافة إلى هذا يرحل من الدنيا ويحصل على دخول الجنة. الدعوة الإسلامية دعوة للدنيا وللآخرة. هذه الآية تشير على أن المؤمن يطلب سعادة الدنيا ويطلب سعادة الآخرة. التعقيب على الآية هذا يقول جل وعلا: أولئك لهم نصيب مما كسبوا. لسرعة الحساب دنيا وآخرة، يعني هذا المؤمن لما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعمل إليه هلا، لازم يجسد هذا الدعاء ويجسد هذا الطلب في أعماله، يعني يعمل الأعمال التي هي تحقق إليه الحسنة في دار الدنيا. يعني ما يصير يكسل، إذا كسل فما تحقق شيء. هذا بالنسبة إلى الآيات القرآنية. بالنسبة إلى السنة النبوية وسيرة أهل البيت سلام الله عليهم، الإمام أمير المؤمنين يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا طبق ما كانت الآية تتكلم عن. احنا نعرف على ان الانسان المسلم ما ضايقه الاسلام في شيء من الاشياء. الاسلام ما قال له لا تبني لك بيت، ما قال له لا تاخذ لك سيارة، ما قال له لا تسوي لك زراعة، ما قال له لا تشتري لك مثلا بستان، ماكو هالسوالف، قال لك اشتروا كيفك. الإسلام فقط منع وقال أن هذه الأشياء التي يشتريها الإنسان يجب أن تكون من كد حلال بس. إذا كان من كد حلال أنت اشتري واملك كل ما تريد، فإن الإسلام يقر الملكية الفردية، ماكو مانع أبدا. فأنت اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. تشوف هذه الأرض تبنيها وتصقلها وترتبها كأنك أنت رايح تعيش 50 سنة 60 سنة 100 سنة، يعني مدة طويلة. ولكن الجانب الأخروي لا تنساه: واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. إذا جاك واحد إلى عمل أخروي لا تفوته، ترى عمل الخير يقولون فرصة من الفرص، لا تبخل بشيء على أعمال الآخرة. إذا جئت إلى الصلاة فاعتقد على أنك تكمل صلاتك أم لم تكملها، ما تدري. إذا جئت إلى فراشك فقل: اللهم إني قد أودعتك جسمي وروحي وشعري وعظمي. يعني ما تدري تنتبه أنت من النوم صاحي أم غير صاحي، ما حد يعلم. فاعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. القضية الإسلامية وتقدم الإسلام وتحضر الإسلام وأنه مساير إلى المدنية ومساير إلى الزمن، هذه قضية اعترف بها حتى علماء الغرب.
لما تجي تقارن بين قوانين الإسلام وبين القوانين الوضعية، تشوف مثل أنظمة أفلاطون اللي هو حكيم اليونان، تشوف مثلا أنظمة سقراط اللي هو تلميذ مال أفلاطون، أنظمة هتلر، أنظمة موسوليني، وهكذا أصحاب القوانين الوضعية. لما تدرس عن قوانينهم تشوف هذه القوانين ما هي إلا قضايا مصلحة في الدنيا فقط، تنتهي بانتهاء صاحبها، وهذه القوانين تزعم أنها ترفه العيش على الإنسان، وهي لا، بالعكس. تشوف تدخل بلدة من هذه البلدان وإذا الفقر يعني محاربهم وطاب عليهم، ترى الفقر هذا من أي شيء؟ يقولون سبب الفقر كله من ابتعاد الناس عن ساحة الله. شو هذه روسيا، هي الدولة العظمى، لكن انت لما تدخلها وتشوف قوانين مالها، واذا تشوف قوانين حتى الطفل ما يقبل بيها، طفل من الاطفال ينتقدها، ما إلك ملكية، ما إلك تبني بيت، ما إلك تشتري سيارة، لما أنت تشتغل مثلا طبيب ما إلك راتب، بس تعال واشتغل وأكلك تعطيك الدولة. هذا شلون يصير؟ شلون يصير أنا أروح أدرس وأتعلم وأتخرج أصير دكتور يحطون درجتي مع درجة هذا الإنسان اللي ما درس أصلا ولا حرف واحد؟ هذا مو صحيح. هذه القوانين الوضعية هكذا. لكن تعال إلى نظرية الإسلام، إلى قوانين الإسلام. القانون الإسلامي يشمل سعادة الدنيا والآخرة، ما أكو شيء من الأشياء إلا وللإسلام فيه نصيب. أحد الكتاب المسيحيين جورج أرداق، هذا الذي أعجب بنظريات الإسلام، الذي يقول في الخلافة الإسلامية: الخلافة ضرب من الملك خاص بالإسلام ليس في سواه من قبل. يعني هذه كلمة الخلافة يقول خاصة بالدين الإسلامي. لما تقول خليفة في الدين يعني معناه في الإسلام. الخلافة ضرب من الملك خاص بالإسلام ليس في سواه من قبل، وهي تختلف عن سلطات الإمبراطوريين والأكاسرة والأقاصرة. يقول هذا يختلف، قانون الإسلام وخلافة الإسلام تختلف عن قضية الملك. ليش تختلف؟ قال: فالخلافة تحمل الكافة، يعني كافة الناس، على مقتضى النظر الشرعي. يعني يقول الخلافة الإسلامية تحمل الناس وتلم الناس على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الدينية والدنيوية. يعني شلون؟ يعني أنت لما تريد تشتري شيء من الأشياء، من هو اللي يحقق إليك الملكية؟ الدين ترى هو اللي يقرر الملكية. أنت تدفع الثمن فيثبت الشرع إليك الملكية. الدين الإسلامي يحملك على المصلحة، مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية، يعني يشمل الدنيا ويشمل الآخرة. أما تلك يعني سلطة الملوك، سلطة الأكاسرة، سلطة الأقاصرة، سلطة الإمبراطوريين، هذيك فقط يقول تحمل الكافة على مقتضى النظر العقلي بس في مصالحهم الدنيوية. يعني احنا نعرف
نعرض على أن القوانين الوضعية فقط وضعت لمصلحة دنيوية، غير دنيوية ماكو. لأنه عندما يسن القانون مثلا تروح إلى بلدة من البلدان عندهم القانون أن مثلا شارب الخمر عندما يشرب الخمر وهو يسوق سيارته يغرم 500 دينار. جابوه للحاكم، قال له أنت عليك غرامة 500 دينار. ليش غرامة علي 500 دينار؟ قال له أنت شربت الخمر وسقت سيارة، ويمكن تصدم واحد، يمكن كذا، هذه علته. يلا سلم 500 دينار. ال500 دينار مو تأديب، هذا مو تأديب. 500 دينار مصلحة ترجع إلى ناس آخرين، هذا مو تأديب. لأن اللي عنده مثلا 1,000,000 دينار هل تكسره يسلم 500 دينار؟ 1,000,000 دينار لما يخليها في البنك تكذ له آلاف الدنانير، فما تأثر عليه لما يجيبونه يقول له سلم 500 دينار. لكن تعال إلى الحكم الشرعي، هنا عام لي أنت عليك 80 جلدة. جابوه، قال والله أنا أريد أسلم 500 دينار، 1,000 دينار. قال ماكو، الله ما يريد فلوس، الله ما يريد دنانير، الله يريد حكم شرعي. هذا حكم السماء. أنت لما تقارن بين قانون الإسلام والقانون الوضعي تشوف فرق بعيد. جابوه خلعوا ثيابه، خلعوا عليه الهاء بس، وجابوا له ذاك السوق. والله أكبر، يعني واحد احنا شفنا قسم منهم يجلدونهم، إذا ضربوه الضربة الواحدة صرخ بأم رأسه، يعني يصرخ وكأنما يريد ياكل ذول اللي يمه من الصرخة، يصرخ صرخة بعد صوت واحد. وإذا ضربه الصوت الثاني صرخ صرخة، يعني ما يكملون السياق. وإذا هذا بعد ما إلى حال في حياته، ما إلى حال، ودوا الأفراش في بيته، وإذا البدن عقب أيام صار أسود، البدن انهالت عليه الأمراض. يا بليش الشكل؟ قال أنا شارب خمر وحكم علي الشر، حكم علي فلان ما يحكم عليه، فلان ما هو إلا حاكم شرعي، فلان ما يحكم عليه، قول حكم علي الله، هذا حكم الله، هذا قانون الله. يضربونه بالسيار، خلى إذا عاد مرة ثانية هم يضربونه. لكن 80 صوت مو شيء بسيط، هذا الواحد يقدر يسلم 10,000 دينار إذا هو عنده ملايين الدنانير ولا يضربونه صوت واحد. لكن حتى تعرف أن قانون الإله يختلف عن قوانين الناس، قانون الله غير، قانون الله عظيم، قانون الله مؤدب، قانون الله هم يحترم. أقول لك أنت احترم نفسك والله يحترمك، احترم نفسك والشرع يحترمك. أما القانون الوضعي من هو واضعنا إنسان واحد راح درس إلى مثلا كم سنة وتخرج، قال أنا مقنن أسوي قانون للدولة. إذن الدول الغربية تشوفهم يجون إلى واحد مقنن دكتور تخرج وقال أنا تخرجت في القانون، فقام اصب هذه القوانين اصبها، اللي يشرب خمر كذا، اللي مثلا يقتل كذا، اللي وهكذا. لما تعرضها على قوانين الإسلام أكثرها تخالف. هم القوانين الوضعية تقول الذي يقتل أباه لا يحرم من الميراث، يورثونه
يقتل أبوه وهم يحصل ميراث. بينما تعال قانون الإسلام يقول من قتل أباه لا يحصل شيئا من ميراثه. في سنة من السنين أكو واحد تاجر كبير يعني عنده الملايين من الأموال. هذا الولد قال أنا ليش ما أهجم على أبوي وأقتله وأفغ صفرت فقصة وأزهق روحه وما حد يدري، وأنا بعدين أتولى على الأموال لأن الولد يرث أباه. لكن الله من جانب آخر راصد إليه قال له إلا أحرمك من ميراث أبوك، مدام أنت تعتدي على أبوك أحرمك. المهم هجم عليه فقتل أباه، قتل أبوه أزهق روحه. بعد الآن وبعد ما يبالي بأبوه ودعوه المقبرة وكذا قام يسوي روحه يصيح واويلي واويلي، ولا يصيح على الأموال اللي رايح يحصلها. على كل دفن الأبو، بعدين انكشفت القضية أن الأب مقتول قتله ابنهم، رسلوا في زمن السيد أبو الحسن رحمة الله عليه رسلوا رسالة إليه قالوا له هذا واحد قاتل أبوه والأبو عنده أموال طائلة، شنو الآن الحكم الشرعي؟ إجا الأمر قال الحكم الشرعي من الله أنه لا يعطى ولا درهم واحد من الميراث. وبعدين النتيجة صار مجنون، قال أنا قتلت أبوي على أساس أحصل فلوس وبعدين ما أحصل شيء. فمنه اللي حرمه؟ حرمه الشرع المقدس لأنه اعتدى، بينما القوانين الغربية لا. إذا القوانين الإلهية تختلف عن القوانين الوضعية. القوانين الوضعية نصبت للمصلحة الدنيوية فقط، ما بها مصلحة أخروية. أما القوانين الإلهية فإنها نصبت إلى المصلحة الدنيوية والأخروية. هم الإنسان لما يؤدب تأديبا شرعيا ويتوب فإن الله جل وعلا يتوب عليه، الله عاطلنا مجال. ومن هنا كان دين الإسلام أرقى دين وأحسن دين عرفه الإنسان على وجه الكرة الأرضية. ماكو دين أحسن من دين الإسلام. لا كأولئك الذين يتهمون الإسلام قالوا الإسلام الدين هذا مخدر الشعوب، مخدر الشعوب، أفيون الشعوب، مثل ما يقول الشاعر قالوا بغير تدبر وتفكر ما تقشعر لهوله الأبدان. شنو قالوا أيها الشاعر؟ قال هذا قالوا الدين أفيون الشعوب، أفيون يعني ترياق مخدر، الدين أفيون الشعوب وليتهم سكتوا ولكن أفصحوا وأبانوا. أعداؤهم بين الشعوب ثلاثة: الله والإسلام والقرآن. إذا تذكر إلى الله كأنما ذاكر إلى أسد يريد يأكله ويكسر عظامته، شو مسوي بيك الله؟ الله رحيم أرحم الراحمين، الله مو جاي يعتدي على الناس، الله ما خلق العباد من جن ومن إنس إلا ليعبدون، إذا عبدوه أدخلهم الجنة، ما يعتدي على أحد. تطلب من الله طلب يعطيه، لكن بعد الناس دائما يعاندوا. وإذا تذكر إله الإسلام قال يلا فكونا، هذا إسلام متأخر، هذا متأخر، تعالوا صلوا وتعالوا صوموا وتعالوا كذا، شو الله ينطيك الجنة ببلاش؟ بس هالشكي ما يصير، هذا ميزان إلهي. وإذا تذكر إلى القرآن قال هذه كلها حكي مصفصف، إجا واحد اسمه محمد بن عبد الله ولعب على عقول الناس ورتب هذه الكلمات وراه. أعداؤهم بين الشعوب ثلاثة: الله والإسلام
والقرآن. إذن القانون السماوي، القانون السماوي حمل الناس على مقتضى النظر الشرعي. أنت تمشي بالشر وتنام عن طريق الشر وتنكح عن طريق الشر. الشرع المقدس عظيم لأنه يمثل عظمة الله. ماكو فرق بينك وبين الأنبياء في هذه القضايا. كل إنسان يجب عليه أن يخضع للشرع المقدس، كل الأنبياء، بل أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وآله. النبي مو أفضل الناس، ولكنه تراه خاضع لقوانين الشرع، خاضع لقوانين ربه. ما كان ينقض وضوءك ينقض وضوء الرسول، وهكذا ما كان يحل إليك يحل للرسول. الرسول صلى الله عليه وآله يجي يتزوج نساء، يتزوج نساء ويخضع إلى أمور الشرع ويعقد العقد الشرعي. هو أشرف الخلق، حتى تعرف على أن قانون السماء فوق كل القوانين العالمية. ما علينا، هذه البلد تقدمت وصنعت الصواريخ وصنعت كذا، يريد دنيا هم يعمل للدنيا. الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول: من كسل عن وضوئه فليس فيه خير لأمر آخرته، ومن كسل عما يصلح به أمر معيشته فليس فيه خير لأمر دنيا. خلونا ننتبه إلى قول الإمام الكاظم سلام الله عليه. شنو يقول هذا؟ شقد من حديث عظيم يعني. من كسل عن وضوئه فليس فيه خير لأمر آخرته، ومن كسل عما يصلح به أمر معيشته فليس فيه خير لأمر دنيا. يقول هذا الإنسان إنسان لا له فائدة، لا يصلح لا للدنيا ولا للآخرة. الأحسن يروح ويا الحيوانات ويا الحمير ويقعد، هذا ما يصلح. الزين تجي تقول روح اتعلم الصلاة، تعلم الصلاة، تعلم الوضوء، أدي شوية أعمال إلى الله. يقول والله أنا مالي خلق أروح أجي أقول تعالوا علموني الصلاة، علموني الوضوء، يعني هذا أنا ما أتحملها. ها تتحمل يعني تريد تعيش كالحمار كالحيوان؟ ما يصير هكذا. يعني بس الله خلقك انت تاكل وتشرب وهاي ما تصير. فهذا يكسل حتى عن تعلم شيء من امور دينه. دخل الله تعلم الوضوء، اتعلم الصلاة، يعني هذه الاشياء المهمة حتى تؤدي الواجب اللي عليك من الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلم. الإمام الكاظم يقول مثل هذا ما في خير إلى آخرته، هذا ما به أي فائدة. ومن كسل عما يصلح به أمر معيشته فليس فيه خير لأمر دنيا. واللي يصير كسلان عن أشياء تهيئ إلى أمر المعيشة، هم هذا بعد ما في خير. يقعدون اقعد يا فلان، اقعد، روح الشغل، عندك زوجة وعندك أولاد يريدون أكل يريدون شرب. يقول والله أنا اليوم راسي يوجعني، اليوم ظهري يوجعني، اليوم بروح الطبيب، وكل كذب، لا ظهره ولا عينه، كل كذب. راح الطبيب وقام وخلى إليه شوية تتن في العيون، قال له شوية تتن في العيون، وصارت العيون حمراء مثل جمرة الضوء. وجاء معصب العيون ودخل على الطبيب: يا دكتور أنا البارحة ما نمت، متت من الألم. هذاك الدكتور بعد يغش، بس الله ما حد يقدر يغشه.
والله واحد مخلوق تقدر تغشه بأي طريقة. الدكتور لما يشوفه يقول هذا انت واجد مريضة عينك يعني، هذا عجيب أمرها، يلا يلا خلوا خلوا يا تعالوا 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 على السرير. ولما الدكاترة اللي وياه هذا مريض صحيح ترى عيونه جمرة ضو صاروا هم نتتين، صارت العيون حمراء شنو جمرة ضو. قرر له الطبيب 15 يوم راح وعطاه أدوية، قال له استعمل هالأدوية. جل الأدوية رماها بالبلاعة، قال شو سوى أنا ما أنا مريض، أنا بس أريد الرخصة فقط، يلا يلا ما أنا مريض. خلصت 15 يوم راح العمل له 10 أيام، عقب 10 أيام ما دم يجلسه أبوه زوجته، ابعد روح العمل ليش تكسل انت، انت ما عندك زوجة ما عندك اولاد، روح اشتغل مثل اولاد الناس، الكاد على عيالك المجاهد في سبيل الله. قال والله اليوم انا واجد رجولي وركبتي كلش توجعني، نازل عليها الالم، عسى ركبته الكسر ان شاء الله، نازل عليها الالم. وراح الصبح عند الطبيب وإذا محط مخلي عليه 20 لفخة على الركبة، ويمشي وكأنه كأنه واحد عمره 100 سنة ما يقدر يتحرك من مكانه. دخل عليه قال يا دكتور، راح لدكتور ثاني ما يروح لذاك بعد، راح لدكتور آخر قال والله أنا ما أقدر ما أشوف إلا الآلام على ركبتي. هم كشف عليه صاب شاف لصقات كنا شيء، فهم عطاه بعد 15 يوم، عطاه 15 يوم ارتاح. قال هذا انا اريده، هذا غش على المجتمع، لان اذا هذا ما يشتغل وهذا ما يشتغل وهذا ما يشتغل فمعنى ذلك تعطل سير المجتمع، انا وانت كل واحد يخدم الثاني، احنا كلنا خدم لبعضنا البعض، يعني ماكو فرق، انت تخدمني وانا اخدم، وهذا يخدم هذا وهذا يخدم هذا. زين عطى 15 يوم، عقب ال 15 يوم راح العمل، رسل عليه مدير المكان قال لي انت ما تصلح للعمل. شلون ما اصلح؟ قال لي انت كل تمرض، هو يدعو لنفسه بالمرض، انت دائما تصير مريض. فقرروا ان يطردونه من العمل، طردوا من العمل، صار عاطل بلا عمل، لا يمطي زوجته ولا يمطي اولاده لان فلوس ماكو. عقب ايام صار فقير مجدي. ها ليش هكذا؟ قال الله قاسم علي، هم بعد الله وهو مفتك من الناس من الاشكال، هم بعد حط الملامه على الله، قال الله قاسم علي. الله ما قال لك انت اكسل عن عملك وبعدين خلي الملامه علي، الله يقول انت تحرك خطوه واحده وانا اسهل لك 100 خطوه، شو تريد من عندي بعد؟ وهكذا من كسل عن وضوئه فليس فيه خير لامر اخرته، ومن كسل عما يصلح به امر معيشته فليس فيه خير لامر دنيا. هذا لا ليصلح، لا يصلح لا للدنيا ولا للاخره، هذا يودونه ويا الحيوانات يقعد مكانه. والا فالدين الاسلامي دين عظيم، ولذلك تجد الثائرين، الثائرين في التاريخ، العظماء في التاريخ دائما يحافظون على عظمة الدين، لأن الدين يمثل عظمة الخالق سبحانه وتعالى، الدين يشرع إليه. الثائرين دائما يحافظون على دين الإسلام، وفي مقدمة هؤلاء الثائرين أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه. تدري في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم مو يقرون على مزون الحسين بكربلاء أن الحسين في هذا اليوم نزل في كربلاء، الإمام الحسين في مثل هذا اليوم يسير بضعينته وعنده أطفال وعنده نساء وعنده محمل مو رايح هكذا، يعني حسب ما ورد في التاريخ اللي مشوا مع الحسين في الضعينة 250 شخص،
بس بعدين ليلة عاشر لما خطب بيهم كس قسم منهم تخاذلوا وما أصبح الصباح، وإذا فقط صفوة 72 وحامل معه قدور وحامل معه أموال من الدنانير، لأن هذا صاحب عائلة كبيرة. فكان يمشي سلام الله عليه في طريقه، لما وصل إلى التغلوية يقولون شاف سواد، فقال من منكم من يعرف هذا السواد؟ قالوا لا نعلم يا أبا عبد الله. فقال أمعن النظر، وإذا هم يقولون هذه خيول تسرع في مشيها. خيول جاية، يبين جيش جرار جاي، جيش جرار. وإذا بالإمام الحسين يستعد للقاء هذا الجيش، وإذا هو جيش الحر ابن يزيد الرياحي. الحر ابن يزيد الرياحي لما التقى بالإمام الحسين، أنت دائما تسمع شنه صار ما بين الجانبين. لما التقى بالإمام الحسين وكان الحر مأمور أن يرجع الحسين إلى المدينة أو يوديه للكوفة، قال لي يا أبا عبد الله أنا مو مأمور بقتالك، لكن أنا مأمور أوديك للمدينة أو أوديك الكوفة، لأن المدينة فيها الوليد والكوفة فيها عبيد الله بن زياد، وكلهم ذولا تحت سلطة يزيد. فقال الحسين إلى الحور والله لا أتبعك، أنا ما أروح معك، أنا لو بأذل بايعت من ذاك الوقت، لكن أنا ما أذل والله لا أتبعك. الحر بعد بما أنه زعيم جيش يعني قائد جيش، فقال وأنا والله لا أدعك، أنا بعدها ما أخليك. يقولون الحسين قال لي ثكلتك أمك يا حر. وبعدين الحر قال للحسين والله لو أن أحدا من العرب ذكر أمي بالثكل ما عدوت ذكر أمه بالثكل، ولكن ماذا أقول في أمك فاطمة؟ أنا ويش أقول في أمك الزهراء؟ ماذا أقول في أمك فاطمة؟ بس قسم من الناس يقولون يعتبرون هذه أنها سبة وشتمة من الحسين، وهو لا، الحسين مو سباب، الحسين مو شتام، الحسين حاشاه أن يستعمل هذه الأساليب، لا، الحسين كلمته للحر ثكلتك أمك يا حر. العلماء يأولوها ويفسروها، يقولون أولا أن هذه دعوة من الحسين بحسن الخاتمة إلى الحر الرياحي، يعني هذه الكلمة لو ما قالها الحسين لعل الحر الرياحي ما كان شهيد، فيقولون هذه دعوة من الحسين للحر. هذه نقطة. النقطة الثانية معنى ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك، ويمي سبب فقدتك أمك، وكل إنسان ستفقده أمك، لازم هذا ثكلتك أمك يا حر. زين الحر لما قال للحسين هكذا لو أن واحدا من العرب ذكر أمي بالثكل لما عدوت ذكر أمي بالثكل، لكن ماذا أقول في أمك فاطمة؟ يعني لو واحد غيرك يا أبا عبد الله هم أنا بعد دعيت عليه أن تفقده أمه، لكن إحنا نريد سلامتك يا أبا عبد الله، نريد سلامتك، وأنا مو مأمور بقتالك. حتى بعدين لما حان وقت الظهر وقال الحر إلى الحسين صلي يا أبا عبد الله وحين أصلي بوراك، كان الحر يحب حسن العاقبة، يحب حسن العاقبة، فصلوا معه، صلى بهم الحسين.
العقيلة زينب سلام الله عليها لها في الواقع سهم كبير في قضية الحر، مثل ما يقول توفيق الحكيم. توفيق الحكيم هذا كاتب مصري ومسوي مسرحية مسمينها مسرحية الإمام الحسين، ومفصل واقعة كربلاء إلى 6 فصول. من هذه الفصول مسير الحر بجيشه ولقاءه مع الحسين، لكن مسرحية كلش غريبة وعجيبة، يعني تفصل لك واقعة كربلاء تفصيل، لأن كاتب كبير توفيق الحكيم معروف. على كل، العقيلة زينب جت إلى الحر قالت لي: يا حر، أنت روعت قلوب الآل من آل محمد. هذه الكلمة أثرت على الحر، قال لها زينب بنت أمير المؤمنين: أنا روعت قلوب الأطفال؟ قالت لي: نعم، أنت تحاصر بينا وعدنا أطفال وعدنا نساء، ماذا تقول إلى رسول الله يوم القيامة؟ أنت روعت قلوب الآل من آل محمد، ولهذا يرجعون الأسباب في شهادة الحر. من هذه الأسباب كلمات العقيلة زينب إلى الحر الرياحي في يوم كربلاء، اتذكر كلمة زينب واتذكر وحدة الحسين، وجله وقال لي: يا أبا عبد الله، أنا ما ظننت أن القوم يصلون بك إلى هذا الموقف، ولكن أنا عجعجت بك وآذيت العيال بهذا الجيش، ولكن هل لي من توبة؟ قال له: إذا تبت تاب الله عليك. قال: خلاص انتهت المسألة. ترك الجيش الأموي وانضم إلى الإمام الحسين وأصبح شهيدا. والحر له قصة طويلة عريضة مع شاه إيران القديم، يعني قبل مئات السنين كانت له قصة. على كل، فالحر لما قال له الحسين هذا الكلام ورد عليه، قال له الحر: إذن يا أبا عبد الله، إنني لم أؤمر بقتالك، ولكن اتخذ لك طريقا لا يذهب بك إلى المدينة ولا إلى الكوفة، حتى أنا أسلم من المصيبة، أسلم من هذه المحنة. أي محنة؟ قال له: خش، هذا خش حكم، هذا حكم زين يعني. بعدين الحسين التفت إلى أصحابه، قال لهم: من منكم من يعرف الطريق غير الجادة؟ يعني الطريق غير الجادة، الطريق اللي ما حد يسلكها، اللي ما حد يجي. واحد اسمه الطرماح بن عدي، طرماح هذا أحد الشهداء تحت راية الحسين في يوم كربلاء. والطرماح كما يصفه التاريخ يقول أنه يملك صوتا جهوريا كأنه مزامير داوود، من عذوبته وحلاوة الصوت ماله. قال له: أنا يا أبا عبد الله أعرف الطريق غير الجادة، تغير أوديك للطريق؟ قال له: نعم. قال له: إذن سر على بركة الله. شوف الحسين، قل له: سر على بركة الله. أول يقدم بركة الله في السير، سر على بركة الله. فابتدأ الطرماح يسير بعيالات الحسين. الطرماح رجل ذكي ورجل فاهم وعنده علم ومعرفة، يعرف على أن الضعينة بها أطفال وبها نساء، لابد يحتاج الأطفال إلى من يؤنسهم في الطريق، فاختار أن يعمل هذا الحد حتى تستأنس عيالات الحسين. فجعل الطرماح يسير في طريقه وهو يقول: يا ناقتي لا تجزعي من زاجري. يلا يلا ويا الطرماح، أنت تعرف هذه الأبيات: يا ناقتي لا تجزعي من زاجري.
اسمع صوتك لا تستحي يا ما عليك نفعي معا والضر أيد حسين سيدي بن ناصري أيد حسين سيدي بن ناصري على اللعين عيني سالي بينما الحسين يسير في طريقه وإذا به قد وقف جواده فلم نادي وحسينا زجره فلم ينزجر بعثه فلم ينبعث نزل من على ظهره ركب فرسا زجره فلم ينزجر بعثه فلم ينبعث وهكذا إلى أن ركب ستة أفراس ركب الفرس السابع زجره فلم ينزجر بعثه فلم ينبعث ثم التفت إلى أصحابه وقال يا قوم من منكم من يعرف اسم هذه الأرض فقالوا إله يا أبا عبد الله هذه اسمها نينوى قال هل لها اسم غير هذا قالوا تسمى العقر قال هل لها اسم غير هذا قالوا تسمى شاطئ الفرات قال هل لها اسم غير هذا قالوا تسمى الغاضريات قال هل لها اسم غير هذا فقالوا في صرخة واحدة وفي صوت واحد هذه أي تسمى كربلاء لما سمع الحسين بذكر كربلاء قال كرب وبلاء ها هنا تقتل رجالنا ها هنا تذبح أطفالنا ها هنا تحرق خيامنا ها هنا تسبى حريمنا ها هنا ترد صدورنا ها هنا ترد صدورنا فصرخت النساء وصرخ القوم وحسينا وإماما إلا سبط الرسول بكربلاء أتحيى الرجل اسم القاع احيا اليوم الا يا ابو السجاه عاد اسم عند الخلا يكشف طلف معنى نوى والعقر يا السيد من الحزن يسعر له بالله شسمها غير
بشاب ما عينا بشباب يظل معفو كم شاب ما عينا بشباب يظل معفو واجسادنا تبقى عرا يوم الهدو علي مصارعنا على راسينا ظل بخيام بكربلاء موجة المختار أو دارت على جنود ما يوم المحتار ودموها بصفوك خاد بدمع نستار نفعل فعل للحشار بيت حدة نشف دموع أبو علي وسك النحي قال لي يا خويا والدمع بالخد منعه حسين ما يرها ما يرها من الماء أبجي لجلسة بالحريم وحرق حرق لبيو كم أرملة تبقى عقب عيني سليبة إلا ما جت أحزاني على عزيزتنا تظل من غير من غير واحد وتدخل على ابن زياد دمعتها سجيبة وظل حسين في الطفوف تقبل عزمنا يا الله ارفع اعمالنا ضاعف حسناتنا ايد علماءنا العاملين ارجع مسافرين اشف مرضانا بحق مريض كربلاء الامام زين العابدين اللهم احفظ المؤسسين والمسببين لهذا الاستماع والاجتماع وجماعتي الحاضرين فردا فردا احفظهم في انفسهم واموالهم ومن يلوذ بهم والفاتحه قبل الصلوات